الأوضاع الميدانية في سوريا تزداد تعقيدا، جماعات المعارضة المسلحة تتقاتل فيما بينها، جماعات جديدة تظهر على الساحة لتشارك في الاقتتال الدائر هناك. الاقتتال لم يعد يقتصر على النظام والجماعات المسلحة، بل تعداه إلى الجماعات المسلحة فيما بينها. الانقسامات أيضا لم يسلم منها الائتلاف الوطني السوري المعارض. السبب الأحدث الخلاف بشأن المشاركة في مؤتمر جنيف 2. تطورات المشهد السوري موضوع حلقة اليوم من برنامج حديث ساعة. أهلا بكم مشاهدي ومستمعي بي بي سي في كل مكان، أنا محمد سيف النصر أرحب بكم، كما أرحب أيضا بضيوفي من القاهرة العميد حسام الدين العواك نائب قائد تجمع الضباط الأحرار بالجيش السوري الحر، ومن بيروت الدكتور طارق شندب المحامي المتخصص في الجماعات الإسلامية، كما أرحب بضيفي في الاستوديو الدكتور محمد النجار عضو المنتدى السوري المعارض، ونعمان بن عثمان رئيس مؤسسة كويلم للأبحاث في لندن. ونبدأ هذا النقاش من القاهرة والعميد حسام الدين العواك. سيادة العميد، يعني قبل أن تتقاتل الفصائل الإسلامية في سوريا فيما بينها كما نشاهد الآن، بدأ القتال بين الجيش السوري الحر وبين تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية في العراق والشام. لماذا يتقاتل من أعلنوا سابقا أنهم يوجهون بنادقهم للنظام السوري من أجل حرية الشعب السوري؟ أولا تحية لك ولضيوفك الكرام، الرحمة للشهداء، تحية إلى ثوارنا وأبطالنا في كافة جبهات القتال. أولا يعني كان ما في استهداف مباشر بالنسبة للجيش السوري الحر لأي فصيل يعني يقاتل ضد النظام، حتى كان هناك جماعات إسلامية من ما يسمى جبهة النصرة وآخرين من أحرار الشام الذين يتبعون لتنظيمات الأخوان المسلمين، طبعا الجناح العسكري لهم. لم يقع ولا صراع في الأيام الأولى للثورة حتى في هذه اللحظة. أما ما يسمى دولة العراق والشام، أتوا طبعا بتنسيق من المخابرات القطرية والتركية والإيرانية، ومن ثم استخدموهم من سجن أبو غريب إلى كردستان العراق، ومن كردستان العراق إلى مطار أنطاكيا العسكري، ومن ثم دخلوا إلى سوريا، وهذا يريدون الاستحواذ على الأراضي على مناطق معينة، ويسيطرون ويقيمون ما يسمى دولة الخلافة، ويقتطعون أقسام من العراق وسوريا، وذلك لمرور خط النفط القطري والغاز القطري إلى تركيا. طب اسمح لي سيادة العميد، يعني إذا كنت تقول أنها دول كقطر وتركيا تدعم دولة العراق الإسلامية أو داعش، طب ما هذه الدول تدعم الجيش السوري الحر أيضا وتدعم المعارضة السورية كما نستمع ونشاهد ليل نهار. طبعا تدعم، ليس تدعم الجيش السوري الحر، تدعم فصائل إسلامية، تدعم الأخوان المسلمين فقط. ماذا يريدون الأخوان المسلمين؟ قطر تنفذ. طبعا هناك دائما قطر تغرد خارج السرب مجلس التعاون الخليجي، هناك علاقات استراتيجية وتنسيق مخابراتي على مستوى عالي بين المخابرات القطرية والإيرانية، وبالمقابل طبعا هناك تنسيق مع أمريكا، ويوجد قاعدة أمريكية. طيب. وتعتبر قطر هي العراب هي العراب الذي جمع بين إيران وأمريكا في المباحثات الأخيرة. طيب. وطبعا هناك دور قطري واضح بالنسبه لدوله العراق. طيب يعني هل هذا القتال الذي نشب بينكم وبين داعش هو انعكاس لصراع نفوذ في سوريا؟ اذا كانت هذه الدول تدعم داعش ولا تدعمكم كما تقول، طب ما السعوديه من المؤكد انها تدعم ائتلاف القوى المعارضه السوريه وتدعم الجيش الحر، هل صراع على مناطق نفوذ هو يعني سبب ما نشهده الان في سوريا تقول؟ طبعا هناك صراع على مناطق النفوذ، هناك طبعا طلب إيراني واضح من أمريكا أن يكون لها دور في المنطقة بشكل تام، وكذلك بالنسبة لتركيا، وكذلك بالنسبة للأخوان المسلمين، هم يتفقون مع الجمهوريين، وطبعا وقعوا اتفاقيات الأخوان المسلمين والجمهوريين في أمريكا،
طبعا ويوجد لدينا طبعا نحن بالنسبه لتجمع الضباط الاحرار لدينا طبعا صور ولدينا معلومات كامله عن هذا الموضوع. نعم. طيب اسال الدكتور طارق من بيروت، يعني الدكتور طارق المشاهد العادي ربما قد لا يفهم حين يسمع ان ما يسمى بالدوله الاسلاميه في العراق والشام تتقاتل مع عناصر ما يسمى بالجبهه الاسلاميه. يعني كيف نفهم هذا والخلفية تبدو، أو كيف يفهم المشاهد العادي هذا والخلفية تبدو واحدة؟ يعني ما الخلافات أو ما الذي دعا الجبهة الإسلامية للدخول في هذا القتال الضاري مع داعش؟ مساء الخير لك ولضيوفك الكرام، مساء الخير للمشاهدين، مساء الخير للثوار السوريين، الرحمة للشهداء، النصر للثورة السورية. أولا أود أن أقف قليلا عندما قاله حضرة العميد، فهناك كثير من الأخطاء التي أعتقد أن العميد لا يقصدها في نيته، وإن كانت لديه بعض المعلومات الخاطئة. فأنا لا أعتقد أن العراق أن تركيا ولا قطر تدعمان داعش، بالعكس قطر وتركيا هما داعمان للحراك الثوري المؤيد ومن أكثر الداعمين لإزالة نظام بشار الأسد القاتل الذي يقتل الشعب السوري ليل نهار. وأنا أعتقد أن داعش جيء بها كما يقول كل المحللون والخبراء الاستراتيجيون، وكما تورد المعلومات من الداخل السوري ومن الثوار الحقيقيين، أن داعش هدفها الحقيقي هو حماية النظام السوري. نعم. الذي يرتكب الجرائم ليل نهار. طيب فداعش جيء بها من الشماعة، أي يا دكتور؟ هي الشماعة جيء بها من أي؟ سوف أقول لك، داعش هي الشماعة التي استعملها وتستعملها المخابرات السورية ليل نهار ليقولون للغرب أن هذه هي الصورة عن الثورة السورية وأن هذا هو الإرهاب، في حين أن وزير العدل العراقي صرح منذ 3 أيام أنه تم وبتنسيق بين كبار الضباط في النظام العراقي عن إخراج 500 سجين من القاعدة والتحاقهم بداعش في سوريا. بالإضافة إلى داعش العراق التي الآن تقاتل أهالي الأنبار حماية لنظام المالكي، داعش هي صورة عن التنظيم المخابراتي الذي أسسه نظام بشار الأسد. طيب. والنظام المخابراتي الإيراني. طب عفوا لكي يقول للغرب أن هذه هي الصورة. طيب. عن الثورة السورية. هذا هو صورة داعش في سوريا. تمام. كما هي كانت صورة داعش في فتح الإسلام. طيب. في لبنان التي هي بالحقيقة كانت فتح حسن. طيب. نصر الله وفتح بشار الأسد. طيب إذا كانت الجبهة الإسلامية تعلن أن هدفها وإقامة الدولة الإسلامية في سوريا، وداعش أيضا تعلن أن هدفها وإقامة الدولة أو الخلافة الإسلامية، يعني ما الفرق؟ لماذا تتهم داعش بالعمالة لأجهزة استخبارات يعني إقليمية وغربية، ولماذا لا يسري نفس الاتهام على الجبهة الإسلامية مثلا؟ كل الأعمال التي قامت بها داعش حتى الآن بإجماع الثوار السوريين من مختلف الفصائل حتى باعتراف الجيش السوري الحر هي تهدف إلى تثبيت أركان النظام. نحن حيث انتصرت الثورة السورية في أي منطقة انتصرت نرى أن داعش تلتف عليها، هي منعت إمداد الثورة السورية ومنع إمدادات العسكرية والمساعدات الإنسانية عن حدود التركية، هي قامت بقتل الكثير وهذا موضوع ريبة وشك. نحن لا نشك أن هناك أجهزة استخبارات تدير هذه المجموعة، وإن كان هناك بعض المغرر بهم التحقوا عن حسن النية بهذه المجموعة، ولكن النظام السوري هو المستفيد الأول من وجود داعش. نعم. طيب ومن يدعم الجبهة الإسلامية ويمدها بالسلاح الذي تقاتل به الآن في سوريا إذا كانت داعش تحصل على دعم وإمدادات من أجهزة استخبارات دولية وإقليمية؟ أنا لم أقل أجهزة استخبارات دولية وأقليمية، إنما قلت أن داعش هي صنيعة النظام السوري بدعم إيراني عراقي. هذه المجموعة هي نفسها شاهدناها في لبنان، نحن لا نتكلم عن اتهام سياسي، نحن واجهنا هذه المعضلة في لبنان عام 2007 عبر مجموعات فتح الإسلام التي أخرجها النظام السوري من السجون وهم كلهم. نعم. شبيحة مطلوبين. طيب بس أنت لم تجب على سؤالي. عسكرية لم تجب على سؤالي. من يدعم الجبهة الإسلامية؟ الجبهة الإسلامية
أنا سوف أجيب عن سؤالك وأقول لك باختصار وبشكل مفهوم وواضح أن الثوار السوريين في كل المناطق هم منقسمون بين الجبهة الإسلامية، بين جبهات أخرى، بين لواء التوحيد، بين الجيش السوري الحر، وهناك بالطبع دعم يتلقونه من الدول العربية، دعم إنساني، وهناك غنائم يكسبونها أيضا من الجيش السوري، وهناك أسلحة يشترونها عبر تجار. ولكن الجبهة الإسلامية تختلف كليا عن داعش، وتختلف كليا عن ما يكون به أعضاء داعش. تمام، ولهذا تتقاتل مع. طيب دكتور نعمان، هل يعني ما صوره الدكتور طارق عن داعش وسبقه أيضا العميد حسام هو فعلا يعكس الصورة الحقيقية لهذا التنظيم الذي يزعم طبعا العكس تماما، بل ويتهم الجبهة الإسلامية وهكذا تنظيمات بالعمالة أساسا للغرب كما تكال له الاتهامات؟ الإجابة نعم ولا. نعم، من حيث أن ممارسات داعش الآن الموجودة أنها تصب في مصالح أطراف أخرى غير الثورة السورية وغير الشعب السوري، بل حتى يعني غير كل الدول الإسلامية أو كل المجتمعات الإسلامية يعني. بس الإجابة على لا، أنها يعني هي صنيعة المجتمعات العربية والأزمة العربية وأزمة المجتمعات الإسلامية. لازم أن نعترف بهذا دون لف ودوران، لأن هي داعش لم تخلق هكذا out of the blue يعني. داعش هي عبارة عن تنظيم القاعدة الذي نشأ عن طريق أبو مصعب الزرقاوي عندما حول جماعته التوحيد والجهاد إلى القاعدة بعد ما بايع الظواهري، ثم تطورت إلى عند أصبحت إلى هذا الشكل الشرير الذي يذكرنا الآن يعني بغزوة هولاكو لدمشق. هذا الذي حصل الآن يعني. فلازم أن ننتبه. لكن هل هي مخترقة من أجهزة المخابرات؟ بالتأكيد استطاعت المخابرات السورية إلى عند قبل أن توقف تمدد بعض المقاتلين اللي كانوا يدخلوا عن طريق سوريا إلى العراق مع نهاية 2007 بضغط من الإيران، لأن بدأت الأمور تميل في كفة أخرى. طلبت إيران من النظام السوري، نظام بشار الأسد، أن يوقف عملية تسرب المجاهدين أو المقاتلين لتنظيم القاعدة. كان هناك 5 معابر فقط لا يمكن أن تخرج غيرهم. إذا وصلت إلى سوريا هناك 5 معابر للعراق كلها كانت تحت سيطرة تنظيم القاعدة بقيادة الزرقاوي. وكان في ناس حتى بعضهم كانوا أمة مساجد. بدأ النظام السوري مخابرات بشار الأسد بتصفيتهم عندما قرروا فعلا غلق هذه المعابر وتصفية الموضوع. فالتنظيم في أصله لم يصنع من جهاز مخابرات، هو تنظيم القاعدة، تنظيم أسامة بن لادن وأيمن الظواهري، وهذا هو التطور الطبيعي لمثل هذه الأيديولوجيا الفاشية. اسمح لي، هذه نقطة هامة. طيب إذا كنا نتحدث عنه تنظيم القاعدة، طب ما الفرق بينه وبين جبهة النصرة التي تقاتل ضده الآن في سوريا؟ وجبهة النصرة يعني معروف أيضا هي فكر القاعدة. طبعا لم لا، هي جبهة النصرة هي تنظيم القاعدة، ليست طيب. فكرة القاعدة. طيب جميل. جبهة النصرة ما هم الناس لابد تفهم من السياق الشرعي، لا يحدثك هو بانتخابات أو يعني صحيح. يتكلم بعملية تعيين أو المسائل هذه، هو يتكلم على البيعة. صحيح. شوف، أي شخص بالنسبة للسياق الإسلامي لا توجد في عنقه بيعة شرعية، هذا العقد الوحيد المعترف به في جميع الجماعات الإسلامية السلمية والغير سلمية. إذا لا توجد بيعة ما بين التنظيم والمعني أي فرد، لا يمكن أن يعتبر مفهومهم نفسهم أنه هو عضو في التنظيم. أوكي؟ جبهة النصرة لديها بيعة رسمية ومعلنة عن طريق الجولاني نفسها لأيمن الظواهري. طب لكنها تقاتل ضد داعش، لأن داعش رفضت أوامر الظواهري عندما أمرهم بالعودة إلى العراق وترك الوضع في سوريا لجبهة النصرة فقط. الظواهري رفض هذا التمدد ورفض أن البغدادي أن يعلن نفسها أمير المؤمنين، شيء خرافات يعني. أنت تحكي يعني خرافات. هل هذا هو سبب قتال النصرة لداعش؟ النصرة لم تقاتل حتى الآن. النصرة لحظة اسمح لي. النصرة إلى عند الآن. هناك أنباء على أنه فعلاً يعني. داعش هي التي قاتلت النصرة. داعش هي التي قتلت وبدأت بمهاجمة بعض الوحدات وبعض المراكز السيطرة للنصرة. قتلت بعضهم. داعش هي التي خطفت بعض الأمراء من جبهة النصرة، ما فيهم أولهم بدأ في الرقة أبو سعد الحضرمي. خطفوه وثبت الآن قتلوه. قتلوا بعض القيادات الأخرى. داعش هي من تقتل بعض القيادات الميدانية لجبهة النصرة. يعني يوجد مصلحة استراتيجية للنصرة لقتال داعش، هي فقط ترد الهجوم وبسبب هذا الخلاف الأيديولوجي حول البيع. رفضت جبهة النصرة محمد الجولاني أبو محمد الجولاني اللي هو عدنان حاج علي، رفض أن يكون جزء وامتداد لمشروع البغدادي في العراق. طلب أن يكون الموضوع هذا سوري وأن يترك وشأنه وكلهم تحت مظلة القاعدة. البغدادي رفض هذا الأمر ويؤمن أنه هو لديه بيعة شرعية وأنه إمام المسلمين، ويرتب على ذلك فقهيا كل ما يترتب على إمام المسلمين. لذلك الرجل يعني رايح في قضية القتل ويطبق في أحكام البغاة وأحكام الخارجين والتأويلات لديهم. لكن تنظيم جبهة النصرة إلى عند الآن هو في حيرة من أمره حقيقة يعني، لأن أصبح الآن بين مطرقة داعش
وبين أنه هو مش عاوز نقول سندان، أنه هو يغير من أيديولوجيته العقائدية الفكرية ويغير سبب وجوده في سوريا أصلاً. جبهة النصرة لماذا تقاتل في سوريا الآن؟ يجب أن يقتنعوا من الناحية الشرعية. اسمح لي نكمل الفكرة هذه بس. أنا مقتنع شخصياً يعني إذا لم تقتنع مجموعات جبهة النصرة وما فيهم محمد الجلالي نفسه بأن قتالهم من حيث التوصيف الشرعي اللي هم مؤمنين به هو المنطلق الأساسي للقتال، أنه هو يقف عند عملية دفع الصائل بعدها يضع خط أحمر ولا يحاول أن يطور أي أهداف أو أغراض استراتيجية أخرى. دفع الصائل بمعنى الدفاع عن أعراض وحرمات وأموال ودين الشعب السوري فقط. بس إذا طوروا حتى هم باعتبار أن مشروع القاعدة نعفوه كنا إيش هو بما فيها جبهة الجهاد العالمي ضد الصليبيين واليهود والنصارى و و و إلى آخره اللي هو مشروع بن لادن فتوى فبراير 96 وهو غير مؤهل للفتوى أصلا بن لادن. إذا لازال التنظيم مؤمن بهذه المسألة فجبهة النصرة سينتهي إلى كارثة. أيضا النقطة الأخرى، إذا أصر أن يفرض نموذج معين وهو حقيقة ليس مرجعية إسلامية، هي الدولة الدينية بالمعنى اللاهوتي الثيوقراطي لأوروبا في القرون الوسطى، يجب على جبهة النصرة ألا تفرض على الشعب السوري هذا الأمر اسمح لي بس تتناسق مع المجموعات الإسلامية الموجودة الآن مع التوار السوريين. في كثير جدا مجموعات إسلامية في ظل ناس عندهم يعني عندهم نوع من البراغماتية، عندهم نوع من السياسة، يتعاملوا بحكمة. يا أخي خليك مع هؤلاء الناس. طب اسمح لي أسأل بس الدكتور محمد النجار، في ظل كل هذه التشابكات والتعقيدات والتأثير الخارجي والإقليمي، يعني أين الائتلاف الوطني السوري لقوى المعارضة والثورة السورية من كل هذا، كل ما يحدث على الأرض السورية الآن؟ نعم، الائتلاف السوري لديه ما لديه من إشكالات وتناقضات وخلافات داخل الائتلاف، وهو بصدد الحديث أو مناقشة موضوع مؤتمر جنيف 2. هناك من يعترض على جنيف 2 وهناك من يوافق على الذهاب إلى جنيف 2، هناك من يهدد بالانسحاب من الائتلاف لهذا السبب أو ذاك، ولكن مع ذلك أعتقد أن العلاقة مع الداخل السوري ليست كما يجب، ليس هناك من ارتباط وثيق، ليس هناك من مستوى من الثقة على يعني الشعب السوري والكتائب المقاتلة على الأرض، ليس لديها ذاك المستوى من الثقة في الائتلاف السوري المعارض نظرا للمعاناة التي يعانيها السوريون وحتى الآن المعارضة السورية وخاصة التي تجتمع في اسطنبول وفي القاهرة وفي عواصم العالم والتي تتهم بأنها مخترقة من هذه الدولة وتلك وأن المخابرات الأجنبية والدول الأجنبية تملي عليها أجنداتها الخاصة من حيث أنها لم تقف الموقف الموحد الذي يعني يرتقي إلى مستوى تضحيات الشعب السوري. نعم طيب، يعني إلى ما يستند إذن الائتلاف والوضع هكذا، وحتى لماذا يختلف أو يتفق على الذهاب لجنيف أو عدم الذهاب لجنيف إذا كان لا يسيطر أصلا على الأوضاع على الأرض في سوريا؟ هناك قوة أخرى تسيطر وقوة أخرى صاعدة. نعم، يعني هذا ما ستحدده الفترة القادمة حقيقة. أنا أعتقد أن الائتلاف السوري المعارض يعني هو موجود وسهم في إيجاده من قبل أطراف خارجية كما قال بعض أعضاء المجلس الوطني وأعضاء الائتلاف. طبعا هذا لا يعني أن هؤلاء يعني صنيعة الأنظمة المخابراتية أو الدول الغربية أو تركيا أو قطر أو السعودية، ولكن يعني لنعترف بحقيقة وهي أن الثورة السورية تركت لتواجه كل هذه القوى مجتمعة. يعني كل من يدعي صداقة الشعب السوري هو حقيقة إن لم يقدم للشعب السوري ما يدافع به عن نفسه ما يمكن أن يتجاوز هذه المرحلة الصعبة والحساسة جدا من مستقبل سوريا أرضا وشعبا، فهو ليس بصديق الشعب السوري. يعني كل التصريحات التي صدرت عن الإدارة الأمريكية والمسؤولين الغربيين سواء كان الفرنسيين أو البريطانيين لم تصب على الإطلاق في صالح الثورة السورية، بل على العكس كان هناك دفع للشباب السوري بالاتجاه نحو ساحات القتال وتوريط مزيد من الشباب في حمل السلاح، وفي النتيجة يعني لم يكن هناك دعم كافي بل أغلقت كل صنابير الدعم. نعم. طيب لنسميها ما هو الدعم، يعني حين تحدثنا عن الدعم ودخول السلاح هذه هي النتيجة الآن، نتيجة دخول السلاح. التأثير المتوقع لما يحدث على الائتلاف الوطني السوري، خاصة أنه حتى ما عرف بذراعه العسكري وهو الجيش السوري الحر تعرض لضربات على يد داعش ولم تتراجع داعش إلا أمام الجبهة الإسلامية، هو فرع يعني فروع عسكرية أخرى. أتفق معك يعني في هذا التوصيف، ولكن انظر إلى المشكلة القائمة الآن، تأتي بعد 3 سنوات من هذا الصراع المرير الذي يترك فيه نظام مجرم إرهابي
يقاتل شعب بأكمله، شعب قرر أن يتصدى لهذا الإجرام وأن يقتنص حريته ويعيد كرامته. ترك هذا المجرم ليفعل كل ما فعله، والولايات المتحدة وكل هذه الدول تتحدث عن تصنيف هذه الجماعة على أنها إرهابية وهذه الجماعة على أنها غير إرهابية أو ما إلى ذلك. يعني يريدون أن يأخذوا كل الانتباه أو يحيدوا كل الانتباه مما يجري من مجازر ومن مآسي وقتل واستخدام لكل أنواع الأسلحة على يعني اختلافاتها، وتحويل الأنظار إلى مسائل ثانوية ليس لها علاقة حقيقة بما يعانيه الشعب السوري وبالثورة السورية. طيب العميد حسام، يعني بعد الواقع الذي يسود الميدان الآن في سوريا، هل لازال الجيش السوري الحر هو يعني حامل لواء الثورة السورية ودرع وسيف الشعب السوري وسبيله إلى الحرية كما كان يردد منذ البداية؟ طبعا أكيد. أولا أعقب على ضيفك، لا يوجد معلومات خاطئة، أنا رئيس جهاز استخبارات، طبعا لدينا فريق عمل كامل يأتينا بالأخبار، وطبعا وثقنا هذه الاجتماعات إن كان بفندق الجوهرة أو أورانتوس أو نارين في إسطنبول طبعا، ولدينا كامل المعلومات عن كيفية تشكيل تنظيم داعش طبعا. أما بالنسبة للجيش السوري الحر، طبعا هو فصيل يقاتل منذ بداية الثورة لحماية المدنيين والمتظاهرين العزل، ثم انتقلنا إلى مرحلة الصدام مع النظام وتنفيذ عمليات نوعية بما يخدم الثورة السورية، ومن ثم وضعنا هدف هو تحرير سوريا من النظام المجرم القاتل. وطبعا أتانا عدد من التنظيمات الإسلامية، ما يدعون أنهم إسلاميين أو متأسلمين، طبعا دخلوا إلى سوريا وعاشوا في الأرض فسادا، ونحن نتصدى لهم الآن. النتيجة أنكم لم تعرفوا القوى الرئيسية الحامية للثورة أو الرافعة لواء الثورة، هل هذا صحيح أم تنفي؟ أكيد لا لا، طبعا نحن الجهة التي تحمي الثورة والمدنيين، وبصدق نحن في تجمع الضباط الأحرار الجيش السوري الحر طبعا تواصلنا مع كافة الأطراف في المرحلة الحالية، وطلبنا الآن تنسيق عالي المستوى من أجل ضرب قواعد هذا التنظيم من ما يسمى داعش وتنظيمات الإسلامية وكل من يدعمه ومن كل من يقف خلفه. طيب أسأل الدكتور طارق بس في دقيقة قبل أن نذهب للفصل ونعود لك، يعني هل تتفق مع ما طرحه العميد وأن الجيش السوري الحر لازال هو القوى الأكبر والتي تمثل الثورة السورية على الأرض الآن؟ شيء أكيد، هناك قوى أخرى غير الجيش السوري الحر كالجبهة الإسلامية ولواء التوحيد وعدة ألوية، وهم اتحدوا في تحت الجبهة الإسلامية بالإضافة إلى ألوية أخرى. أنت لا تستطيع أن تقول أن إذا كان هناك قوة هناك ثورة في مناطق متقطعة الأجزاء، وهناك كل فصيل يقوم بإنشاء مجموعة تهدف إلى إسقاط هذا النظام. التعاون هو المطلوب بين كل الأفرقاء السوريين خدمة للثورة السورية وللشعب السوري لإسقاط هذا النظام. وأنا أقول لسيادة العميد ولكل السوريين أنه عليكم أن تتحدوا وأن توجهوا الهدف أو توجهوا الإصابة نحو هدف واحد، وهو إسقاط نظام بشار الأسد القاتل الذي يستمتع الآن بهذا الاقتتال بين الثوار السوريين. الوقت ليس للاقتتال، الوقت هو لجمع الثورة السورية لإسقاط هذا النظام القاتل، وبعد ذلك يتفق الجميع على كيفية إنشاء هذه الدولة التي نأمل أن تكون دولة حرة لجميع السوريين. نتوقف الآن لفاصل قصير، نعود بعده لمواصلة هذا النقاش من برنامج حديث الساعة، فابقوا معنا. كن أول من يعلم بآخر مستجدات الأحداث من بي بي سي، اطلع على أحدث عناوين وتفاصيل الأخبار أينما تكون، ابحث عن الأخبار التي تهمك وشاهد مقاطع فيديو على هاتفك المحمول مباشرة. خدمتنا مجانية لكن عليك تحمل تكلفة الاتصال بشبكة الإنترنت. موقعنا على هاتفك bbcarabic.com/mobile. أينما تكون الأحداث تكون بي بي سي. نحن فقط من يقدم الأخبار ب27 لغة من تحت سقف واحد
أحد أكبر مراكز تجمع الخبرات الصحفية في العالم. صحفيون منتشرون دولياً أكثر من أي مؤسسة إعلامية أخرى، يضيفون بعداً محلياً على الأحداث العالمية. هذه هي غرفة أخبار العالم. مشاهدينا ومستمعينا في كل مكان، نعود لكم مرة أخرى في هذا النقاش الذي يتطرق لأبعاد الصراع بين الفصائل المسلحة على الأرض في سوريا وتأثيره على المشهد هناك. نعود إلى ضيفنا من بيروت دكتور طارق شندب. دكتور طارق، يعني أود أن أسألك وتجيبني مباشرة، برأيك من هي القوى المسلحة الأكبر على الأرض الآن في سوريا؟ لأن الإجابة أو يعني الإجابة على هذا السؤال سيكون لها دور أو لها دور في تشكيل مستقبل سوريا. القوى العسكرية الأكبر على الأرض لها الكلمة العليا ربما في تمثيل الشعب السوري وتحديد أو الشعب السوري أو القطاعات من الشعب السوري المعارضة للحكومة وتحديد المستقبل. بصراحة أقول لك القوى الكبرى على الأرض هم الثوار السوريين باختلاف انتماءاتهم السياسية والدينية، والكل يهدف إلى إزالة نظام بشار الأسد. أنا لا أتلاعب على الجواب، ولكن الدولة السورية الكل يعرف هي دولة مترامية الأطراف، هناك محافظات كبرى، هناك تشكيلات للثوار في عدة مناطق قد يكون طيب بينها تواصل يعني أو عدم تواصل، البعض منها قوي في دمشق. دعني أسألك السؤال بطريقة أخرى، لماذا غلب الحراك الإسلامي العسكري على الثورة السورية مؤخرا، وهي حقيقة يعترف بها الكثيرون حتى بعد أو خاصة بعد التحالفات الأخيرة؟ الحراك الإسلامي من الطبيعي أن يكون موجودا ضمن الثورة السورية، كما هو الحراك الدرزي أو الحراك الكردي أو الحراك العلوي في بعض مناطق ضد النظام. والكل يعرف أن الشعب السوري هو بمعظمه شعب مسلم، وهذا لا يعني أبدا أن باقي الأطراف السياسية المعارضة لنظام بشار الأسد هي غير موجودة. الحراك الإسلامي موجود بقوة أكثر، لعله بسبب أن الشعب السوري في معظمه يدين بالدين الإسلامي الذي لا يمنع من أن يشاركه كل الشركاء السوريين من دروز ومسيحيين وأكراد وأقليات في إسقاط هذا النظام. الهدف من الحراك الثوري أو الحراك الإسلامي أو الشعب السوري يجب أن يوجه نحو إسقاط نظام بشار الأسد. هذا هو الهدف الأساسي لكل الثوار السوريين. أما التفرقة التي يعتمدها البعض فهي صدقني تضر بالثورة السورية وتكون لمصلحة النظام. أحصل على تعقيب بس سريع من العميد حسام، ما رأيك في كلام الدكتور طارق، وهل يعني هذا أن ربما الدولة المستقبلية في سوريا ستكون دولة ذات صبغة إسلامية؟ أبدا، الشعب السوري شعب يحب الحياة، شعب يحب الديمقراطية والكرامة والحرية، وخرج في المظاهرات من أجل ذلك. لن يقبل أن يجلد من أجل ترك الصلاة أو من ما شابه، أو يعاقب بطريقة طبعا لا تتفق مع كافة الموازين الإنسانية. واحد. اثنين، بالنسبة لتنظيم الجيش السوري الحر موجودين، نحن موجودين، ولكن انسحبنا من بعض المناطق لنضع داعش في مقدمة القوات لكي نختبرها، وطبعا فشلت في الاختبار، وكانت أكبر طبعا اندحار لها في منطقة السفيرة. أما نظام بشار الأسد فنقول أن نظام بشار الأسد ساقط. طيب سيادة العميد بس اسمح لي، يعني بعد حديثك هذا، هل نفهم أنه ربما بعد الانتهاء من داعش لو حدث هذا سنرى المشهد القتال القادم في سوريا هو بين الجيش السوري الحر والفصائل الإسلامية الأخرى؟ لا طبعا، لا نقاتل طبعا الفصائل الإسلامية، ولكن طبعا نقاتل التطرف، نحارب التطرف والأفكار الظلامية
نحن تلك نحاربها وسوف نصطدم معهم آجلا أم عاجلا، ولكن اصطدمنا الآن معهم ونحن الآن نقاتل في كافة الجبهات ضد داعش وتندحر باتجاه الأراضي العراقية في بعض المناطق وكذلك في الشمال، تغير تذهب إلى الرقة وإلى مناطق أخرى. طيب دكتور محمد، يعني لماذا مالت الثورة السورية في حين لجأت إلى السلاح لمواصلة طريقها إلى الصبغة الإسلامية، رغم أنها بدأت بانشقاقات يعني أفراد وأناس عاديين في الجيش السوري، وحتى الجناح السياسي ربما في المعارضة السورية لم يكن بهذه الصبغة الإسلامية القوية، حتى وإن كان للإخوان المسلمين دور قوي فيه منذ البداية؟ نعم، طبعا أنا يعني أشيد بما قاله الدكتور طارق شندب من بيروت. هو تحدث عن أن الحراك داخل سوريا هو في غالبيته من أبناء سوريا ومن الناس الذين يعتنقون هذا الدين بغالبيتهم، ليسوا متطرفين وليس لديهم كل يعني أشكال التطرف أو مظاهر التطرف التي حصلت أو ظهرت في سوريا، هي جديدة على الشعب السوري حقيقة. ولكن نعود إلى نقطة مهمة وأساسية، وهي أن غالبية الشعب السوري يدين بالدين الإسلامي، ولديه حب ولديه شغف لأن يكون الإسلام هو مصدر التشريع والذي يحكم هذا البلد بعد تجربة مريرة وقاسية جدا بكل الأيديولوجيز وكل يعني النظريات التي قادت الشعوب والأمم وحركات التحرر خلال القرن الماضي، فوجدت أن العقيدة الإسلامية هي المخلص الوحيد، ولكن الشعب السوري مع ذلك يحارب التطرف بنفس الوقت. يعني أنا كنت على اتصال مع مجموعة من كتائب الجيش السوري الحر، وبالمناسبة الجيش الحر هو تسمية، ليس هناك هيكل حقيقي يجمع كل هذه الكتائب التي تقاتل النظام السوري على الأرض. يعني أحد الضباط المنشقين الأوائل الذين خرجوا أو انشقوا عن النظام السوري أطلق هذه التسمية، ولكن ليس هناك ارتباط عضوي أو مباشر أو هناك تكنولوجيا تربط كل هذه العناصر ببعضها البعض على الأرض. وأنا أختلف مع رؤية الأخ حسام العواك من القاهرة في توصيفه للوضع. يعني اتجاه الشعب السوري يعني الاقتراب أكثر من الجماعات الإسلامية، لأنهم وجدوا الصدق ووجدوا أن هذه العناصر هي التي تدافع عن الشعب السوري، هي التي تقاتل وتضحي من أجل الشعب السوري. يعني ذكرت بعض الكتائب وبعض الجبهات أو الجماعات، لا أريد تسميتها لكي لا يحسب أننا نتحدث أو نأخذ هذا الطرف أو ذاك، ولكن حقيقة الجماعات التي قاتلت النظام السوري بشرف وقدمت التضحيات هي معظمها من الجماعات الإسلامية، والتي ترتدي هذه الصبغة الإسلامية، لأن ليس هناك من قوة يمكن أن تثبت في أوضاع مثل هذه الأوضاع بدون أن تكون لديها هذه العقيدة القوية. دكتور محمد اسمح لي دون مقاطعة، يعني لكن هذه الجماعات ربما يعني في معظمها بل ربما كلها يعني ليست ممثلة أصلا في الائتلاف الوطني السوري، بما يعني أن الائتلاف بات هكذا في مهب الريح. يعني نعم، ربما هذه نقطة مهمة، ولكن يراد لهذا الائتلاف أن يكون بعيدا عن هذه العناصر. ليس هناك ارتباط مباشر بين هذه الجبهات الإسلامية والائتلاف، لأن المجتمع الدولي لا يريد لهذه الدولة أن تقوم، لا يريد لهذا يريد لسوريا أن تبقى في الشرك الذي نصب لها، تريد للأقليات في سوريا أن تبقى تحكم في سوريا. يعني كنت أتحدث مع الإخوة من وجوه المعارضة السورية، وقال لي بالحرف الواحد فيما يتعلق بجنيف 2، الأفضل لهم أن يقيموا جنيف 2 أو يعقدوا جنيف 2 في القرداحة وليس في سويسرا. معنى ذلك أن كل هذه الأطراف التي تدعو لجنيف 2 والتي تشجع على حضور جنيف 2 والتي يعني تضغط بشكل كبير على المعارضة السورية من أجل حضور جنيف 2 كلها موالية للنظام السوري، لا تريد للنظام السوري أن يسقط. طيب اسمح لي، قد نأتي على ذكر جنيف 2 بمزيد من التفاصيل، لكن أسأل دكتور نعمان، يعني وفي نقطة صعود الفصائل الإسلامية أو غلبة الصبغة الإسلامية على العمل العسكري المعارض في سوريا، هل تعتقد أن الاستقطاب الطائفي الذي صاحب الأزمة السورية ربما منذ بدايتها دور في هذا، وهو أيضا ربما ما قد يكون قد ساهم في صعود داعش وحضوره في المشهد السوري بهذه الصورة؟
ليس صعود داعش يعني، ولكن الموضوع حضوره يعني أو وجوده في الموضوع الطائفي له دور ويدرس في أوروبا أيضا. أنت عارف لعند الآن في إشكالية في تفسير الأعداد الهائلة التي انتقلت من الغرب من اليوروبيان سفير يعني والفضاء الغربي بأعداد هائلة جدا غير مسبوقة أبدا من المسلمين الذين يعيشون في الغرب، نعم للقتال هناك مع الشعب السوري دون الاعتبار من وكذا، بس ذهبوا هناك لنصرة قضية معينة. في هناك بعد لأن هذه أول مرة يعني تحصل في أفغانستان، كان هناك عدو واضح وهو الاتحاد السوفيتي بعقدته الشيوعية، ومعروف عند العرب المسلمين أنها كانت تفسر بكل بساطة يعني لا تفسر بالمنطق الماركسي الأكاديمي، ولكن تفسر بأنها أعداء الله يعني godless الناس بدون إله. وبالنسبة للبوزنيا نفس القضية، أن معروف من هو كان العدو، كان عدو يقتل المسلمين على أساس ديني بحت وهو الصرب، وما فعلوا بالمسلمين هناك في بوزنيا. هذه المرة في سوريا القضية غير متضحة وفي خلط، لأن في كثير مثلا حتى من عناصر جيش الطاغية الدكتاتور بشار الأسد هم مثلا من السنة الجنود العاديين يعني أن جيش مئات الألاف يعني موجود، ويبدو لي عند الآن هناك 9 فرق لا زالت عاملة في القوات المسلحة أتتبع لهذا الطاغية الطاغوت يعني ممكن نصفه. فهذه تحتاج تفسير، كيف ينتقل شخص من الغرب للمشاركة في قتال ليس واضح فيه الأعداد بالمفهوم الناس الذي عاشوا ونشأوا وترعرعوا في الغرب. جيد. فبس للتأكيد على كلام حضرتك أن العامل الطائفي يدرس بدقة لأن إلى أي مدى وللأسف لا يدرس إلا في الغرب. لا أعتقد أن في دولة عربية معنية بالشأن اللي ذكرت حضرتك. كل من شاهدتهم والتقيت بهم هم مؤسسات غربية بعضها حكومية رسمية جدا، جزء من صناعة القرار في أهم الدول في العالم بفعل الولايات المتحدة الأمريكية أو مؤسسات بحثية يعني. لكن أريد أن أفسر شيء مهم، بس الجماعات الإسلامية لديها ميزة على أطراف أخرى في بعض المواضيع سأذكر أهمها. أهمها قضية الأيديولوجي، هي عملية صناعة معنى آخر من الدين، هي المرجعية الإسلامية. الإسلام نفسه في قدرة على تحويلها من صورة التعبدية البحتة اللي هي المشاعر والسلوك والنسك والعبادات إلى حالة أخرى جزء من صراع فيضفي المعنى. فأنت لما تضفي المعنى على صراع معين يعني أنت يؤوند، أنت ملكتها. هذه نقطة مهمة جدا، وهذا الذي حصل منذ بداية الثورة السورية، عملية تسلح الثورة السورية خلينا نقوله بفعل نفسي هجوم. أن بشار أسد كان مصر أن يعسكر الثورة واستجاب الشعب السوري، وهذا أمر لا يجادل فيه إلا إنسان أحمق سمحني في اللفظ يعني. كان يجب على الشعب السوري يدافع نفسه يحمل السلاح، ولكن كما قال الدكتور أن العالم بالكامل خذل الشعب السوري ويجب أن يدفع الثمن الآن. هذه نقطة مهمة وهي عملية، وأنا دائما أصفها مش عاوز ناخذ من البرنامج كده، أن الأيديولوجيا بالنسبة للجماعات الإسلامية هي التكنولوجي بالمعنى الدقيق للكلمة. إتس التكنولوجي، وأنت تعرف حضرتك شو معنى كلمة التكنولوجي، هي أساس التفوق الحضاري. صحيح، منذ العصر الحجري من يملك التكنولوجيا يتفوق. صحيح. فالأيديولوجيا بالنسبة للجماعات الإسلامية هي التكنولوجي ليس مجرد معاني. نقطة أخرى مهمة جدا وهي التنظيم، وأنا في تقدير أعتبره أعظم ما اخترع البشر منذ خلقهم الله سبحانه وتعالى الأرض، هي القدرة على التنظيم. الجماعات الإسلامية هي أكثر الجماعات على خلق تنظيمات وهياكل معينة في غاية المرونة للاستجابة لأي صراع. لهذا حققت ربما نجاحات على الأرض. طيب أي يعني ما بين داعش، ونعرف الأساس الأيديولوجي والعقائدي له وربما جبهة النصرة أيضا رغم الخلاف، وما بين الإخوان المسلمين، أي إسلام يتشكل في سوريا الآن قد يحكم هذا البلد العربي في المستقبل إذا حدثت تسوية ما أو حسم ما للصراع؟ طبعا الإسلام هو واحد، ما فيش إسلام، الإسلام تشكل وانتهى بنهاية سورة التوبة. يعني لا أقصد الدين أساس الدين أو صحيح الدين، أنا أقصد لا ليس الدين هو الإسلام، يعني هو الإسلام تحديدا الإسلام أو بمعنى أي إسلام سياسي. نعم. إذا جزم. نعم. الإسلام بمعنى اللي هو معنى كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا رفعت الأقلام وجفت الصحف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وانتهى الموضوع. جيد. الآن هو عملية الفهم للإسلام وكيفية التعامل مع الإسلام ووضعه في الموضوع. صحيح. أنا أريد أن في تقديري إلى عند الآن، ذكرت حضرتك حركة الإخوان المسلمين، أعتقد إلى عند الآن حركة الإخوان المسلمين تحاول أن هي تنظر للمستقبل، ولذلك لا تريد أن تظهر بمظهر مسلح داخل الثورة السورية. أعتقد أنها تستخدم في أسلوب التحالفات، رغم يعني أن البعض يربطون ما بين ما بلجنة الحماية المدنية في بعض المكونات. يعني. بعض ظهرت فترة مركب معين اسمها الفاروق، لكن أعتقد الآن إلى عند الآن حركة الإخوان المسلمين لازالت تعمل بشكل واسع جدا، لا تريد أن تربط نفسها عمليا بأي جناح مسلح، لا تريد أن تعسكر الحركة لأن يعلم خطورة الأمر من تجربة 80 سنة. فهي لا تريد، ولكن في هذا الصراع
لابد أن يكون هناك تواجد مع الوحدات التي تقاتل على الأرض حتى وإن كان بصيغة تعاون تحالف إلى آخره، وهذا أمر مشروع لأي تنظيم. لكن هل كل هذه المنظومة تسفر عن ظهور تيارات إسلامية هناك عندك القوة السلفية أنا يمكن الغرب أن يتعامل معها ربما تكون بديل مثلا للائتلاف الوطني السوري؟ يعني هناك أنباء حتى عن سعي واشنطن لاستمالة الجبهة وربما لا أريد أن أضحى بالصورة الحقيقة، يعني المؤامرة وأن السي آي إيه لا محاولة للفهم فقط التوازنات. المقاتلين في سوريا ما فيها الجبهة يعني لديهم من الخبرة والإمكانيات والتجربة، خاصة أنهم أساس أنهم مكونات الشعب السوري. حضرتك تعرف أن الشعب السوري هو من أكثر الشعوب العربية تحضرا، ولذلك أعتقد في تقديري لهذا السبب أن لازم أن ترهق هذه الثورة إلى أقصى حد ممكن، لأن ما سيميز سوريا عن غيرها اتذكر فقط 100 سنة دور سوريا في قضية أن تشكيل الوعي العربي بالكامل وما فيها حتى الجانب الإسلامي، لأن تملك مكون حضاري غير طبيعي مع دول أخرى، بس سوريا لها دور رهيب جدا المجتمع السوري. وتلاحظ هذا ما كان يعرف بالربيع السوري عندما أتى المدعو بشار الأسد ووعد بإصلاحات وكذا، بس لو تدرس تلك الفترة حجم الأفكار التي قدمها كثير من المفكرين السوريين داخل سوريا بشكل سلمي شيء غير مسبوق. لا أنا غير مدرك لأي دولة عربية مجتمع عربي استطاع أن يذكر هذه الأفراد، ولذلك النظام ارتبك منها لأنها قدمت مقولات خارج سياق النظام السوري نفسه الذي كان يحكم نظام البعث. فلهذا السبب أعتقد من ناحية حضارية بأمانة هذا مسألة للأسف يعني يفهمها المستشرقون ولا يفهمها نحن العرب المسلمين، لكن تدرس بشكل عام ماذا سيكون الأثر الإقليمي والأثر على قضية مفهوم العرب نفسه، مفهوم العروبة، مفهوم الإسلام أيضا. الشعب السوري مؤهل أن يضفي شيء غير طبيعي حيساهم في إعادة بعث الحضارة العربية الإسلامية من جديد. فما أريد أن أقوله أن القوة الأخرى التي تتشكل الآن الإسلامية بعضها ما يسمى بالقوة السلفية إلى عند الآن أنا أعتقد أن سيكون لها دور في المستقبل ويجب التعامل معها بالتأكيد، لكن حقيقة محاولة تشويههم ووضع صورة أنهم شوية عيال يلعبوا هكذا وأنهم من السذاجة هذا سبب كذا، أن هؤلاء السوريين من إنتاج المجتمع السوري والشعب السوري. وأعتقد أن إذا نظر إليهم نظرة جدية وتم التعاهم معهم بشكل جدي، وحتى مدرسة الإخوان المسلمين مدرسة الإسلام السياسي في سوريا طالما أن هي مع السياق السوري نفسه ومع القوة مثلها القوة المدنية في الشعب السوري، قوة الداعمة للديمقراطية والدولة المدنية في سوريا، بدون هذا أنت حتخلق مشكلة بنيوية داخل المجتمع السوري ستستمر بعد حتى سقوط نظام بشار الأسد. الجماعات الإرهابية وعلى رأسها داعش، هذا منظمة إرهابية إجرامية، هذه ما فيش أي حوار معها، أنا معك مواصلة، يجب أن تقتنع بمسيرة الشعب السوري بكل مكوناته سواء الأقليات الموجودة بأبعادها المختلفة الطائفية وما فيها المكون المسيحي أو المكون الغالب وهو الإسلام السني الموجود في سوريا. خلينا نسأل العميد حسام، يعني حديث الدكتور نعمان واحتمال محاولة الغرب استمالة الجبهة الإسلامية، هل يخلق الجيش السوري الحر قوة موجودة على الأرض؟ أنا قلت استمالة، أنا قلت فتح حوار ند للند، يعني أنت تسميه حوار؟ نعم، بعض المحللين وأنا استعرت هذا من بعض المحللين أنهم يحاولون استمالتهم والوصول إليه. أنا أعتقد أن اللفظ لودد يعني. طيب يعني لكل رأيه، أنا استعرت هذا فعلا من محللين ومن كتابات صحفية. تفضل سيادة العميد. أولا لا يقلقنا، طبعا هناك أجنحة داخل الجبهة الإسلامية طبعا تابعة للإخوان المسلمين، هو يقول الدكتور أنه الإخوان المسلمين يبتعدون عن الأجنحة العسكرية، على العكس تماما في الثورة السورية دخلوا بقوة وأنشأوا طبعا كثير من الكتائب والألوية وأنشأوا الدروع التي ذابت طبعا إما في دولة العراق والشام، الآن لا نرى دروع طبعا للإخوان المسلمين، ذابت في دولة العراق والشام وبعضا منها اتجه إلى الجبهة الإسلامية وحسب المال السياسي. أما فيما يتعلق الجيش السوري الحر وتجمع الضباط الأحرار، نحن ملتزمين طبعا بكافة المواثيق والقوانين الدولية فيما يتعلق بموضوع الحرب والقتال. وأما ما استمالة الغرب لهذه التنظيمات أو استمالة التنظيمات هذه للغرب، فلا حوار، أظن أنه لا حوار مع هؤلاء الذين يدعون الإسلام ويقومون بأعمال إرهابية ضد المواطنين السوريين ويصفون ضباطنا باسم الغرب وتقول لا حوار، وإذا فهم يعني هذا الأمر على هذا النحو دعني أذكرك باتهام داعش للجيش السوري الحر وخاصة للواء عاصفة الشمال في منطقة عزاز، يعني هم قالوا قتلنا هذه العناصر لأنها متهمة بالعمالة لأمريكا وألمانيا، على ذكر أيضا مقولة حسب المال السياسي. نحن لا ننكر، لا ننكر ولا نخاف، طبعا التقينا كافة أجهزة المخابرات ومندوبين عنها
ونحن لا ننكر ولا نخاف، وطبعا نحن حمينا عاصفة الشمال وقمنا بتأمين لها الانسحاب وهي موجودة في مواقع لدينا طبعا. ونحن لا ننكر علاقتنا، ولكن ليس لدينا أجندات، هناك تواصل، هناك علاقات ندية، هناك طبعا شرح لموضوع الثورة السورية وما آلت إليه وموضوع الائتلاف وموضوع حتى نتدخل بالشأن السياسي، وشرحنا موقفنا من الائتلاف ومن التنظيمات والمجلس الوطني، وطبعا نحن نصدرها إلى العلن دائما. طيب. أتحدث على شاشات التلفزة بكل ما يحدث. طيب، يعني فهمت من حديثك ان لازالت علاقتكم قوية بالغرب برضو، يعني رغم ما يثار عن محاولات اتصال بالقوى الجديدة على الأرض في سوريا. طب خليني أسأل الدكتور طارق شندب، يعني على ضوء الصورة التي نشاهدها الآن وشراسة الاقتتال بين الجماعات خاصة الإسلامية وبين داعش، هل سوريا على حافة حرب أهلية حقيقية لا تقتصر فقط على مواجهة بين المعارضين وبين الحكومة، وإنما تمتد يعني كافة عناصر ومكونات المشهد السوري الحالي؟ يعني الكل يدرك ويعرف أن الثورة السورية انطلقت من كل أطياف الشعب السوري محاولة لإسقاط نظام القتل والإجرام الذي يديره بشار الأسد وعصابته الإرهابية، وقد سقط أكثر من 170 ألف شهيد حتى هذه اللحظة. وللأسف أنا لا أحب أن أرى الاختلاف بين الإخوة السوريين، وهذا ما يفرح النظام الإرهابي السوري، وهو ما يحاول أن يجر إليه الثوار للاقتتال فيما بينهم. ولكنني أعتقد وأستطيع أن أجزم لك أن الثوار السوريين سوف يعودون ويتحدون ويدركون أن المصلحة الأساسية والعليا للشعب السوري هو إزالة هذا النظام. طيب. الذي استطاع أن يخلق هذا الاختلاف عبر مجموعات مخابراتية شبيحية شاركت فيها قوى جاءت من العراق بمجموعات إرهابية وأخرى دخلت من لبنان، وهي تقتل بالشعب السوري وتنتهك عروضه أعراضه. طيب. وتنتهك حرماته. وما زال بعض الثوار للأسف يتكلمون عن اختلاف فيما بينهم. حتى لا نخرج هذا المشهد أعتقد أنه سوف ينتهي قريبا. في سوريا. طيب. لكي تعود هذه الثورة من جديد. طيب وتنطلق. كيف نستبعد احتمال الحرب الأهلية ونحن نستمع لتصريح من زهران علوش قائد الهيئة العسكرية للجبهة الإسلامية يقول المشاركون في جنيف 2 على قائمة المطلوبين لديها، هكذا يعني دون مواربة. يا أخي، ما أنا ذكرت لحضرتك أن هناك اختلاف في الرؤى السياسية، لعل ما ذكرته يعني الاختلاف في الرؤى ذلك يؤكد. لا لا لا، هذا خطأ. هذا ما يقال. أعتقد أن زهران علوش لم يقل ذلك، ولكن هو قد يكون أراد أن يعبر عن امتعاض الشارع السوري المؤيد للثورة السورية وامتعاض الثوار من المحادثات المضنية التي تنتهجها الثورة أو الممثلين الشرعيين. لا. أو الممثلين للثورة. طيب. السورية في السياسة الخارجية، وقد أراد. طيب. وقد يكون أراد أن يعبر عن رسالة سياسية أن الشعب. طيب. السوري لم يعد يقبل بهذا التنازل، أو لم يعد يقبل بالسكوت الدولي. طيب. عما واضح. يجري في سوريا. طيب. والاستهتار بقتل الشعب السوري ليل نهار عبر. نعم. الكيماوي أو عبر لضيق الوقت البارود. بس خليني أسأل دكتور. العالم. طيب، لضيق الوقت معلش يا دكتور طارق، أسأل دكتور محمد النجار، يعني الائتلاف الوطني السوري لا يواجه فقط صعوبة أنه لا يسيطر على الأرض تقريبا، لكن حتى فصائله تنسحب على خلفية جنيف 2، الوضع يسوء أكثر وأكثر. نعم، أنا أحب أن أطمئن الدكتور طارق شندب وكل الإخوة الكرام الذين يتابعون يعني هذا اللقاء من أن هناك إجماع شعبي داخل سوريا، وأن هذا انعكس على مفاوضات أو مناقشات الائتلاف السوري المعارض الذي يناقش حاليا مسألة جنيف 2. أن هناك إجماع عام على أن جنيف 2 سيكون مقبرة للثورة السورية، سيكون استجرار لرجل المعارضة السورية من أجل أن تفرض إملاءات
تصب في صالح نظام الأسد، لكن هناك عناصر ومعارضيه. نذهب لجنيف اثنين حتى وإن قالت أنها نعم ليس هناك شك، ليس هناك شك أن بعض المجموعات السياسية التي هي مكون من مكونات الائتلاف السوري المعارض، يعني جماعة ميشيل كيلو لنقولها صراحة، هي من الجماعات المؤيدة للذهاب إلى جنيف اثنين، لأن ربما هناك أجندات يعني تخدم مصلحة هذه المجموعة أو تلك على حساب، يعني لا ننسى أن هناك كثير من يعني الدخلاء على الائتلاف السوري المعارض، لا شك أن هناك كثير من العملاء دخلوا بشكل أو بآخر أو فرضوا من قبل دول معينة أو أجهزة مخابرات أجنبية. ولكن مع ذلك يعني أنا أقول وأرد على كل من يقول ويتساءل لماذا لم تنتصر الثورة السورية حتى الآن، أنا أقول السؤال هو يجب أن يكون بالعكس، لماذا لم ينتصر بشار الأسد رغم كل هذا الدعم الذي يأتيه من كل حدب وصوب ومن كل هذه الدول العظمى وعلى رأس الصين والولايات المتحدة ناهيك عن إيران وروسيا، لماذا لم ينتصر حتى الآن ومعه كل الدعم التكنولوجي والعسكري والبشري يصل إليه من أنحاء متفرقة من الأرض ومن دول الجوار التي تصدر الإرهاب كما أشار الدكتور طارق من العراق ولبنان وعلى رأسهم حزب الله وهذه المجموعات الإرهابية. في دقيقة يعني هل جنيف اثنين واقعي أو هناك فرص لانعقاده والمشهد كما نطلعه الآن على الأرض في سوريا؟ لا، وحقيقة يبدو الآن أن لا توجد فرصة لانعقاده، لأن بعض الأطراف العربية الرئيسية يعني الإقليمية لا تؤيده أيضا، بالإضافة إلى تصاعد الرأي العام السوري نفسه خاصة الثورة يعني والمقاتلين على الأرض أن لديهم موقف حاد وصارم، فقد يصل إلى درجة أن كل من يذهب إلى هناك حيفقد مصداقيته نهائيا مع كل ما له علاقة على الساحة السورية نفسها، حيث هناك الدماء والأشلاء والضحايا والأرامل وانتهاك الأعراض. ولا أعتقد أن أي سياسي عاقل يدري، بس تعقيب على الدكتور، أعتقد في تقديري لما أكون مخطئ، أنا سمعت الأستاذ ميشيل كيلو أن يقول لن أذهب إلى جنيف، تكلم عن نفسه، لن أذهب إلى جنيف. طيب تمام، عموما الصورة ستتضح أكثر وأكثر في الأيام القادمة، وخاصة فيما يتعلق بالمشهد الميداني على الأرض. في نهاية هذه الحلقة لا يسعني أن أشكر ضيوفي من القاهرة العميد حسام الدين العواك نائب قائد تجمع الضباط الأحرار بالجيش السوري الحر، كما أشكر من بيروت الدكتور طارق شندب المحامي المتخصص في الجماعات الإسلامية، وأشكر ضيفي في الاستوديو الدكتور محمد النجار عضو المنتدى السوري المعارض، وكذلك أشكر نعمان بن عثمان رئيس مؤسسة كويلم للأبحاث في لندن. ومشاهدينا في ختام هذه الحلقة وإلى أن نلتقي لكم جزيل الشكر مني أنا محمد سيف النصر ومن كل فريق البرنامج، وإلى اللقاء.